كل دواء بيجي مع تحذيراته، بس شو بيصير لما تاخدوا أكتر من دواء بنفس الوقت؟ كتار منا بياخدوا عدة أدوية بنفس الوقت، هيدا الشيء اسمه polypharmacy أو التعددية الدوائية، يلي بتعرفها منظمة الصحة العالمية WHO كأخذ الشخص لأكتر من 5 أدوية بنفس الوقت لعدة حالات مرضية. بس ليه هالشي ممكن يكون مشكلة؟ لأنه كل دواء بيتفاعل مع التاني وممكن يسبب مشاكل صحية أو حتى يخفضوا فعالية بعضهم. مثلاً شخص مصاب بالسكري والضغط وعنده مشاكل بالغدة بيكون عم ياخد أدوية لكل حالة، وإذا كمان كان عم بيعاني من الأرق بياخد دواء رابع للنوم. هون لازم الطبيب يراقب الوضع، لأن الخلط بين هالأدوية يمكن يخلق تداخلات دوائية بتزيد الأعراض أو تخلق أعراض جديدة. على سبيل المثال، هيدي حالة من الحالات الكتير يلي المريض بيكون عم بيعاني من كذا حالة مرضية وبيخد لها كذا دواء مع بعض. من أكثر الأدوية الشائعة استعمالها هي دواء الغدة ودواء حماية المعدة، يلي بالتالي بيخلق بيناتهم تداخلية دوائية. لحل وتفادى هذا الموضوع لازم المريض ينتبه لمسألة توقيت أخذ الدواء، اللي هي أخذ دواء الغدة أولاً صباحاً على الريق، من بعدها بساعة يأخذ دواء الحماية، من بعدها بساعة لحتى يقدر يأكل. ولهيك لازم الطبيب يعرف بكل الأدوية اللي عم تاخدوها ليقدر يدير هالموضوع بأمان. وما تنسوا تسألوا دايماً ليش كل دواء وشو فوايده ومخاطره، حتى ما تخلوا الدواء يصير عبء عليكم بدل ما يكون علاج. سلامتكم أهم شيء.